ومعنا عبر الهاتف من أربيل مباشرة هاشم برفكاني نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى. أستاذ هاشم مساء الخير، أهلا بك معنا. عملية تحرير الحويجة تنطلق إذن بعد ساعات أو قريبا، يعني ما متى من المتوقع انطلاقها بالتحديد؟ وما التحضيرات التي تمت وتم إتمامها والاستعدادات العسكرية لهذه المعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم وتحية لمشاهدي قناة الآن. قام بالشأن العراقي تحديدا بشأن دحر الإرهاب في العراق. نعم، بعد ما انتهت من محافظة نينوى القوات العراقية بتحرير كامل أراضي محافظة نينوى، اليوم توجهت القطاعات من جنوب الجيارة من قاعدة الجيارة باتجاه منطقة الحويجة، وأيضا هناك حشود من الجيش تحشدت في قاطع مخمور، وكان هناك اليوم الدكتور حيدر عبادي قائد عام القوات المسلحة، واجتمع مع القادة الأمنيين في قاعدة مخمور التي كانت هي مقر لقيادة عمليات نينوى. أنا أعتقد اليوم استكملت الاستعدادات لتحرير هذه القضاء المهم استراتيجيا، لأنها تقع في الجنوب الغربي لمحافظة كركوك، وأيضا تربط من الشرق بمحافظة نينوى. وأنا أعتقد هناك عملية تكون واسعة، ليس في حويجة فقط، وإنما يكون تحرير حويجة وناحية الزام والرشاد والرياض في هذه المنطقة. طيب سيد هاشم، من خلال محاور المعركة والطبيعة الجغرافية للمنطقة، هل يمكن القول بشكل دقيق بأن داعش أصبح محاصرا بالكامل؟ أي ليس هناك أي منفذ يمكن أن يسلكه مقاتلو داعش للهروب؟ أنا أعتقد يعني اليوم هي محاصرة، يعني بعد ما أخذت القوات الأمنية مكانها في أو مواقعها في الجهة الغربية الذي الطريق الذي يربط بين البيجي وجيارة، أنا أعتقد ليس هناك منفذ إلا في يكون هناك منافذ أشبه ما يكون بالتهريب يعني إلى الصحراء. وكان في الأيام السابقة كان المعارك في عكاشات وعلى حدود سوريا قامت هذه المهمة. أنا أعتقد اليوم حاصل هي، واليوم هي في انهيار، وأنا أعتقد يكون أسهل من معركة تحرير تل عفرين. طيب يعني أبدأ من جديد في هذا السؤال من آخر نقطة ذكرتها بأنه تعتقد بأنها أسهل، فما الذي يختلف في هذه المعركة عن المعارك السابقة، معركة الموصل مثلا؟ ما الذي يمكن الاستفادة منه من المعارك السابقة بحيث لا يتم لا يكرر في هذه المعركة من جديد؟ أنا أعتقد لا يوجد يعني أجانب في هذه المنطقة بعد إنهائهم في الموصل الذي سلم نفسه سلم والذي قتل، وإذا هناك عناصر هربوا إلى خارج الحدود. أنا أعتقد اليوم العناصر هذا التنظيم المجرم أكثرهم محليين، والمحليين أنا أعتقد لا يكون لديهم مقاومة أكبر مثل ما كان لدى الأجانب. قد يكون هناك هنا وهناك يعني أجانب، لكن أنا أعتقد يكون معركة بعناصر المحليين فقط، ليس هناك أجانب في معركة تحرير حويجة. شكرا لك سيد هاشم برفكاني نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، وكنت معنا عبر الهاتف من أربيل.